النهارده في خبر غريب شويه، مش غريب في ان هو خبر صح ولا غلط، لا هو خبر صح، لان الخبر النهارده منشور في الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر، ومكتوب فيه مصدر من اتحاد الكوره صرح تصريح غريب جدا، والتصريح ده انا هربطه بتصريحات قالها امبارح الاستاذ ثروت سويلم عضو رابطه الانديه، لان التصريحات مرتبطه ببعضها، والتصريحات ليها هدف لملفات مهمه جايه في الفتره اللي جايه. طالما احنا عايزين نطبق اللوائح والقوانين لازم نطبقها على الكبير قبل الصغير. طيب التصريح اللي نشر النهارده في الحساب الرسمي ليلا كوره بيقول ايه؟ مصدر في الاتحاد قال اسقطنا عقوبه الزمالك في السوبر ومن حقه المشاركه في البطوله المستحدثه. مصدر في اتحاد الكوره كشف عن هذه المفاجاه وقال ان الزمالك اعتذر عن المشاركه وبيراميدز شارك بدل منه، وان عقوبه الزمالك طبقا للائحه من المفترض ان تكون الاستبعاد عن المشاركه في بطوله السوبر التاليه وغرامه 500,000 جنيه. ولكن ده المصدر اللي بيقول في تصريحات ليلا كوره، بطوله السوبر سيتم الغائها وبالتالي سيتم اسقاط اي عقوبه سيتم توقيعها على الزمالك، واكمل سيتم استحداث بطوله جديده رباعيه بدلا من السوبر تضم بطل الدوري والكاس وكاس الرابطه وطرف رابع يتم اختياره من الشركه الراعيه ومجلس ابو ظبي. هو اللي صرح التصريح ده بيتكلم بجد ولا بيهزر؟ يا جماعه يعني لا مش للدرجه دي، مش قوي كده يعني، مش قوي كده، ما تبقاش كده. نادي اعتذر او انسحب طبق عليه اللائحه، والموضوع ده من شهر 5 اللي فات قعدنا نسأل هو الموضوع ده متأخر كتير ليه؟ احنا دلوقتي دخلنا في شهر اخر 7، يعني القرار ده متأخر بقاله 3-4 شهور، فيبدو ان النية مبيتة ان ما يكونش فيه قرار عشان البطولة اللي عايزين يعملوها بالشكل الجديد ده. انا هتكلم قانون وهتكلم لوائح، مش بتكلم على مواقف رسمية لأي نادي، انا هتكلم قانون وهتكلم لوائح. حضرتك غيرت البطولة ولا غيرت لائحة البطولة؟ يعني انت البطولة الجاية اللي انت عايز تعملها كاس السوبر بس باسم كاس النخبة عشان يشارك فيها بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطة وفريق رابع يتم اختياره من الشركة الراعية ومجلس ابو ظبي. هل حضرتك غيرت البطولة نفسها بلوائحها ولا غيرت المسمى؟ دي نقطة مهمة ولازم نبدأ بها كلامنا، عشان لما نيجي نخاطب الرأي العام بتصريحات زي دي ما نجيش بعد كده ندور هو مين اللي بيعمل شحن جماهيري، مين اللي بيعمل تعصب. ما انت لو عايز ما تعملش شحن وتعصب تطبق القوانين واللوائح على الكبير قبل الصغير، ده شيء يعني مسلم بيه في اي مكان في العالم. لو عايز يبقى يكون في عداله لازم تطبق اللوائح والقوانين على الكبير قبل الصغير، ده لو مش عايز في شحن جماهيري وتعصب اعمى، رغم ان في البعض للاسف بيطلع بالثلاث ساعات دلوقتي بيعملها دلوقتي الاهلي بلس 2 ما بيتكلمش عن فرقته. ولكن خلينا في اللوائح والقوانين، في اللوائح والقوانين الكلام اللي اتقال ده كلام فارغ لا يمت اطلاقا باللوائح والقوانين. واديك مثال، فريق بيلعب في بطوله افريقيه وليكن مثلا كاس الكؤوس الافريقيه، اعتذر وانسحب من المشاركه، انسحب من المشاركه واللائحه بتقول إن العقوبة هتكون عليه استبعاد 3 سنين، وجه الاتحاد الإفريقي السنة اللي بعدها فور هذا القرار يعني غير البطولة باسمها كأس الاتحاد الإفريقي أو سماها دوري أبطال إفريقيا، لكنها هي مسابقة محلية أو مسابقة إفريقية تتبع الاتحاد القاري. ينفع النادي يروح يقول للاتحاد أنا انسحبت من كأس الكؤوس بس هلعب دوري الأبطال؟ ردوا عليا، اللي قال التصريح ده يرد عليا، لو عنده الشجاعة يطلع يقول التصريح ده باسمه وعلى لسانه يرد على السؤال ده. فريق انسحب من كأس الكؤوس الإفريقية ينفع السنة الجاية يطلب من الاتحاد الإفريقي إنه يشارك في دوري أبطال إفريقيا؟ ما هو انسحب من بطولة بينظمها الاتحاد القاري، وبالتالي لما بتوقع عليه عقوبة بتوقع عليه عقوبة لعدم المشاركة في هذه البطولة أو البطولات المحلية أو القارية اللي بيطبقها الكاف. الأهلي انسحب عن السوبر الإفريقي على طول بيبقى فيه عقوبة ما يلعبش مسابقات إفريقية. طب أنت في النظام المحلي عامل
ان بطوله السوبر اللي بينسحب منها بيدفع 1,000,000 جنيه غرامه وما بيلعبش سنتين، ولو اعتذر 500,000 وسنه ما بيشاركش. طب انت غيرت المسمى من كاس السوبر لكاس النخبه، ولكن هي نفس الهدف، هي هي نفس الفكره، هي هي نفس اللائحه. ينفع تقول له لا انا غيرت المسمى وبقى اسمها كاس النخبه او كاس الهولولولو تعال شارك؟ ما ينفعش يا جماعه، الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش. وده اكبر دليل على فكره ان عدم صدور اي قرار في هذه الواقعه تحديدا ما كانش من باب الصدفه، لا ده كان مقصود، ده كان مقصود. والاعتذار اللي تم ده وقتها كان بيتم الاتفاق عليه والموائمة، اعتذر مفيش مشكلة ونجيب البديل، بس اعمل حسابك في كاس تاني بعد 3-4 شهور. أنا هتكلم لوائح وقوانين على فكرة، لا هتكلم على مواقف رسمية الأندية ولا هتكلم على مواقف رسمية ممكن تحصل ليه الفترة الجاية. الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش على فكرة، الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش. ولو عايزين تطوروا المنظومة والكرة المصرية يكون فيها قرارات صارمة تطبق على الجميع، لازم تتخذ قرارات على أي نادي يعتذر أو ينسحب، لازم يتخذ ضده أي قرار. ده مرتبط باللي قاله الأهلي على فكرة، لأن امبارح النادي الأهلي لما اتكلم على فكرة وهو فايز بالدوري العام، يا جماعة يا في اتحاد الكورة يا اللجان المختلفة أرجوكم بصوا الكلام اللي صدر من النادي الأهلي: ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقتضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء. ده واحد. طيب ده أول تصريح النهاردة كان غريب بالنسبة لي، وبالتالي الكلام ده يتطبق في أماكن تانية لكن ما يتطبقش في الكرة المصرية، ما يتطبقش في اتحاد أسس الاتحاد الإفريقي. عيب يا جماعة الكرة المصرية والاتحاد المصري تحديدا، ليه باع طويل جدا في الكرة الإفريقية وفي الكرة العالمية المفروض من سنوات طويلة؟ ما ينفعش احنا كده بنرجع لسنين كتير لورا. طبقوا اللوائح على الكبير قبل الصغير عشان المسألة ما تهربش أكتر من كده. التصريح التاني اللي ليه علاقة برضو، أنا بقول لكم بيان الأهلي أو خطاب الأهلي صدر، والتصريحات دي كلها صدرت بعد خطاب الأهلي، وتصريحات غريبة أنا مش قادر أستوعبها. الأهلي بيقول لك اعمل يا عم ضوابط ولوائح ونظم وكذا، تيجي تطلع تصريحات عكس الكلام ده. يعني خلي يعني لازم يكون في سياسة ودبلوماسية على الأقل حتى في طرح القضايا أو في مناقشتها وانت في توقيت زي ده. طيب التصريح التاني